يما كانون الطبيعي هو داخل هذه المؤسسة، يما كانون الطبيعي هو داخل قدوة الدرس، لكن للأسف راه احنا الان تنجسدوا الشكل النضالي ديال الاضراب ديال 4 ايام في الاسبوع. هذا الاسبوع اعتقد الخامس، راه حنا دخلنا تقريبا في الشهر الثاني او لا تقريبا قريبه شهرين ديال الاضراب اللي تيديروا تدعي له التنسيقيات، وبما فيها التنسيقيه اللي تنتمي لها حنا هي التنسيقيه الموحده لهيئه التدريس واطر الدعم. اذا حنا في الاسبوع الان، هذا الاسبوع هذا بدينا البارح وقفه ديال الصباح والمساء، الان يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه كاين اضراب ديال 4 ايام دعت له التنسيقيه، وحنا تنجسدوه من خلال الحضور للمؤسسه. الان نتوما تتسجلوا معنا وحنا راه في دابا 11 الصباح حاضرين للمؤسسه وتنسجلوا معكم الان، وتنعبروا لكم على انه الاساتذه متضامنين ومتوحدين وباقين صامدين على اساس انه يحقوا المطالب ديالهم، وعلى رأسها أولا سحب النظام الأساسي الجديد. أكيد أننا نخوض هاد الإضرابات وهاد الأشكال الاحتجاجية، سواء خلال الإضرابات داخل المؤسسات أو من خلال الوقفات أو لا المسيرة اللي تنديرو. تنقوم بهذا الشيء مضطرين، نحن ماشي دعاة أو لا تنبغيو الإضراب من أجل الإضراب، وإنما أنه هاد الملف المطلبي هو السبب، هاد النظام الأساسي الجديد هو السبب في خروجنا وفي هاد الانتفاضة. وخص المسؤولين ديال الحكومه وديال الوزاره ديال التربيه والتكوين انه يعبروا على يستجبوا للمطالب ديالنا. اذا المطالب ديالنا الان واضحه جدا، والراي العام تفهم ذلك، الهيئات النقابيه كذلك عبرت عن انها رافضه لهذا النظام الاساسي الجديد، كذلك التنسيقيات تهيكلات وتاسات كذلك هي رافضة لهذا النظام الأساسي الجديد، جمعيات آباء وأمهات التلاميذ كذلك هي تستنكر هذا الوضع لأنها متضررة جدا، والأبناء ديالنا أيضا. حنا كأساتذة راه في المدارس العمومية، أنا مثلا تنتكلم معك عبد الرب بأنه راه عندي جوج الوليدات تدرسوا في المؤسسة العمومية، وأيضا يحز في نفسي وأتألم بأنه تنشوف وليداتي وتنشوف وليدات أيضا الشعب المغربي أنهم تضيعوا. إذا حنا مكرهين تنجسدوا هذا الشيء، ولكن خص الأداء باقي ما لقيناش أذان صاغية، وما لقيناش قرارات اللي خصها تكون فعلا توضع حد لهذا النزيف اللي كتعرفوا المدرسة العمومية المغربية. احنا اليوم مازال مجسدين الإضراب للأسبوع السادس، الإضراب اللي وجدنا أنفسنا مجبرين على القيام به للوضعية الراهنة اللي كتعيشها المدرسة العمومية. الوضع الطبيعي هو أننا نكون في الأقسام ديالنا وأننا نمارس المهام ديالنا والتلمذات ديالنا أنهم يقرأوا، ولكن النظام الأساسي اللي جاب مجموعة من التراجعات اللي هو نظام تراجعي، فقدنا مجموعة من المكتسبات، والنظام اللي ما كانش كيتماشى مع المنتظرات ديالنا حنا كأساتذة ديال التعليم الثانوي، وكذلك الاساتذه ديال التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي اللي كانت الانتظارات ديالهم تفوق الحد اللي جا به النظام الاساسي. كنعانيو من مجموعه من المشاكل، المدرسه العموميه كتعاني من مشاكل اكتضاض، من مشاكل مرتبطه بالكتاب المدرسي، من المشاكل مرتبطه بالتكوينات الى غير ذلك، ولكن النظام لقينا بانه لم يمس هذه الجوانب، وبالتالي النظام انه ركز بزاف على جوانب مرتبطة بالمهام والعقوبات اللي كانت ضرب كبير في القدرات ديال الأساتذة وفي المهام اللي كيقوموا بهم. بالنسبة لنا الحوار، يد الحوار ممدودة، وحنا كنطالبوا باش أن الحوار يكون جاد ويكون حوار مسؤول، يكون حوار اللي كيتمركز بالأساس على المدرسة العمومية وكيتمركز بالأساس على الرفع من الجودة ديال هذه المدرسة والحفاظ على أحلام والمتطلبات والتحقيق التنمية في البلاد ديالنا، بدل الاقتطاعات اللي كتهدد الوزارة بها واللي هو غتكون مساس بالحقوق ديال الاساتذه. حنايا كنكونوا حاضرين في المؤسسات التعليميه ديالنا، حنا لسنا متغيبين ولا نمارس نوعا من لي يد الدوله، وانما نحن ندافع عن حقنا، والاضراب هو حق دستوري مكفول بالدستور المغربي، ولنا الحق في ان نطالب باعاده النظر في النظام الاساسي وباخراج نظام اساسي حقيقي يراعي المدرسه العموميه، وسحب هذا النظام الذي ضرب في صلب المدرسة وعاد بنا إلى الوراء.